مرحبا اسمعي بابا، قل له فتح قناته، ها العائل يسمع. رميان والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا، والله لتزعل منكم ميكي ميكي. بعروبتي لازم تسمعوا على قولة الرفيق مطارق، وعاقل يسمع. اول مبتغون اول خليكم اسمعونا، لانه اذا دريت فوزي انه انتو ما عم تسمعونا وهو بتنجي فينا تاني. اسمعونا ايه وعاقل يسمع. وعاقل يسمع. لك شو بك يا زلمي؟ كل ما حضرت اخبار بتيجي معصب وعم تنفخ. اي والله والله ما عم بفهم عليهم العمى، والله شي بجنن. اي شي يعني هيك بمخول ياقي. ما قلت لك اني موجود؟ شو اللي مش فهمينه؟ لا اشرح لك يا عمي. لا ابو سيدا، سمعت لي هذا المحلل السياسي ايش قال؟ انه باخر السنه هي ما راح يضل بالبلد ولا واحد فقير، كل اللي راح يضلوا هن اغنياء ومتوسطي الدخل. وشو في هذه بينفهمش؟ عم بيقول لك اخر السنه مش راح يضل فقرة، ان شاء الله كله بيصير يا اغنياء يا ذوي دخل محدود. لا يا ايش عم تحكي انت؟ شلون زبطت معه هاي؟ لخاي الفقراء بالبلد بطلعوا قد الأغنياء والمتوسطين على 100 مرة. ما هو لو ما عندوش شي طريقة ما كانش حكى هيك. إلا عمي محلل سياسي هذا مش حي الله. لك روحي، مو هو المشكلة، المشكلة إنه هذا نفس المحلل السياسي قبل بيوم كان طالع على التلفزيون عم بيقول إنه ما رح يضل ولا غني بالبلد معه مصاري أكتر من الفقراء وزوي الدخل المحدود. لعمص هو بذاته قايل هيك؟ ايه روحي، هو بذاته وخبزاته. خي بجوز الزلم ملاقي شي حل حتى ما يضلش بالبلد ولا واحد غني معه مصاري اكثر من الفقراء وذوي الدخل المحدود. حلو، بش قال حكي، يعني بدهم ياخذوا مصاريهم يوزعوهم على الفقراء. ولك ليه يا زلمه؟ شو يوزعون؟ اخوث انت شي اخوث؟ بعمرك شفتهم عم بيوزعوا هدول؟ بدهم يوزعوا الثروات بالتساوي، بيعود ببطل في غني وفقير. يا زلمي ما اخوثك، ليش ظل ثروات يوزعوها؟ ها معناتها بده يشغل الفقراء عند الاغنياء بالاجباري مشان ما يضل فقير وغني. لك لا عمي مش هيك، عمي مش هيك. لك قال شو اسا؟ مش قال انه اخر السنه مش رح يضل ولا فقير بالبلد ومش رح يضل غير متوسطي الدخل والاغنياء؟ ايه هيك قال. ايه واضحة بدها ذكاء. ما فهمته. خي من هون لاخر السنة بيكونوا ماتوا كل الفقراء اللي بالبلد، بيقوم بيظلش غير متوسطي الدخل والاغنية، هيك بتكون انحلت المشكلة. لعمة بس هو رجع قال انه باخر السنة ما رح يضل بالبلد ولا غني معه مصاري اكتر من الفقراء. ما هو من اسا لاخر السنة بيكونوا كل الأغنياء تركوا البلد وهربوا بمصاريهم، بيقوم ما بيظل غني ولا فقير بالبلد، بيصير كله فقير. عمي فهمت إسا؟ أبو هلا فهمت، والله بدونك أنا شلون كنت بدي أساوي؟ والله كنت أكون مثل الأطرش بالزفة. مش هون المشكلة، إذا بدوش يظل لا فقير ولا غني مين بده يظل عمي؟ إيه والله مين بده يظل؟ العمى. مرحبا اسمعي بابا، قل له فتح قناته، ها العائل يسمع. رميان والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا، والله لتزعل منكم ميكي ميكي. لازم تسمعوا على قولة الرفيق مطارق، وعاقل يسمع. اول مبتغون اول خليكم اسمعونا، لانه اذا دريت فوزي انه انتو ما عم تسمعونا وهو بتنجي فينا تاني. اسمعونا ايه وعاقل يسمع. وعاقل
يسمع.